نرحب في الاستوديو معنا ببسمة قرفة، دكتورة صيدلانية التحقت بنا منذ قليل في الاستوديو للحديث عن معدن الزنك، الفوائد، الاستعمالات والاحتياطيات تدوم عليها في فقرة عيش بيو عيش صحي التي تأتيكم كل يوم خميس، وبرنامج المورنينج هي حاضرة اليوم معنا أيضا في هذا الموعد الإخباري. صباحك سعيد بسمة، أهلا وسهلا بك معنا. صباح الخير فريال، وصباح النور لكل المشاهدين. عيش بيو عيش صحي. اليوم فريال راح نحكيه على الزنك، المهم جدا في الأجسام تاعنا، لأنه يدخل في يعني يعدل النظام المناعي الصحي تاعنا. يعني يعود الناس اللي عندهم، الأشخاص اللي عندهم نقص في الزنك يكون عندهم دائما يكونوا أكثر عرضة للأمراض بكل أنواعها. صحيح. إذا بسمة، ما هو هذا المعدن الذي سوف نتحدث عنه اليوم؟ نعم فريال، الزنك هو معدن مهم جدا كما قلنا في الأجسام تاعنا، لأنه يدخل في عمل أكثر من 200 إنزيم. يعني تاني عنده يعني يعمل على تركيب البروتينات والأحماض النووية. كي نقولوا فريال البروتينات والأحماض النووية، نقولوا يعني يركب المادة الوراثية اللي في الخلية. نشوفوا قده يعني الأهمية تاعو. صحيح، خاصة بالنسبة للتلاميذ المترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا بسمة، وفي هذا الأيام اللي تعتبر حاسمة جدا بالنسبة لهم مع التوتر القلق الإرهاق، الأكيد أن هذا المعدن مهم لتعزيز المناعة. نعم فريال، لأنه عنده دور كبير وفائدة كبيرة على الذاكرة تاعنا. يعني لأنه يعمل على تنظيم السيالة العصبية، يعني يسهل التواصل ما بين الخلايا العصبية، وهذا ما يخلينا نزيدوا التركيز تاعنا، ويعني ويزيد يعني نقدروا نحفظه بكل سهولة. صحيح. إذا كنا تحدثنا الأسبوع الفارط عن الأوميجا 3، الأكيد أنه الزنك بالغ الأهمية، حاله حال الأوميجا 3 بسمة. نعم فريال، والزنك بوكو بلوس عنده يعني أهمية كبيرة. صح يعني الجسم تاعنا ما يسحقش كميات كبيرة من الزنك، لكن هو مهم جدا لأنه يدخل في العديد من الوظائف. صحيح. قبل ما نخوض في فوائد الاستعمال بس، ما خلينا نهضروا على الاستعمال. إذا الزنك شاع الاستعمال تاعو خلال الآونة الأخيرة، خاصة منذ انتشار فيروس كورونا، ولاو الناس كامل يشربوا الزنك حتى أنهم يتوجهون إلى الصيدليات لشراء هذا المعدن أو الفيتامين دون وصفة، فيما يعرف بالتداوي الذاتي. ما رأيك في هذه النقطة أنت كدكتورة صيدلانية؟ نعم فريال، يعني شاع كما قلتي التداوي بالزنك، وعلاش؟ لأنه الزنك مهم جدا لتعزيزنا، وكم كنا كي وقت الكورونا يعني كان عندنا نقص في الجهاز المناعي تاعنا، بالتالي من الضروري أن كنا ناخذ معدن الزنك، لكن حسب الاحتياجات اليومية تاعنا. نشوفوا انه الاحتياجات اليومية بالنسبة للأطفال الصغار من 1 لـ 8 سنين من 3 لـ 5 ملغ زنك يوميا، للبالغين بالنسبة للنساء 8 ملغ، بالنسبة للرجال 11، بالنسبة للحوامل 11 ملغ ايضا زنك، وما ننساوش المرضعات اللي يحتاجوا اكثر للزنك، يعني 12 ملغ يوميا. والمراهقين ايضا، ما هي احتياجاتهم اليوميه من معدن الزنك؟ بالغ يعني المراهق يحتاج فريال 11 ملغ يوميا زنك. اذا من بين المكملات الغذائيه ربما اللي قدموهم الاولياء للاطفال الفتره وقبيل اجتياز امتحان شهاده البكالوريا، ربما الزنك. ينصح باقتناء الزنك بسمة، وكيف او بماذا تنصحين التلاميذ في هذه الحاله، كيفاش يتناولوا الزنك؟ اول حاجه نقولوا، حبيت نقول بكميات كبيره مش في الدم فريال، يكون في الخلايا، داخل الخلايا، يعني بالضبط يعني داخل العظام، داخل العضلات، وبالنسبه للرجال داخل السائل المنوي. نشوفوا انه دائما ونقولوا ما نتعداوش يعني الافراط، يعني ما نوصلوش للافراط، يعني ما نتعداوش
نتداوش 40 ملي جرام يوميا من الزنك غيا، لانه هكا راح نطيحوا في التسمم بالزنك. كي نقولوا تسمم الزنك يعني اعراض هضميه جانبية وأعراض جانبية في غنى عنها، يعني غنى عنها اللي نشوفوا لي فوميسمون، يعني القي، الإسهال، الدولور أبدومينال، يعني الألية. وما ننساوش نعطيو نصيحة أنه اللي هو يعني صغار ونطيحوا في يعني في الإفراط في الزنك، لأنه الزنك يعني قليل بالنسبة في المصادر، يعني ليس متوفر في جميع البدائل الطبيعية، يعني قليل البدائل الطبيعية. قليل دونك فريال، يعني اللي يحكموا يعني اللي يشوف انه عنده أعراض جانبية للتسمم بالزنك، من المستحسن انه يشرب الحليب حتى يوصل للطبيب تاعو، لأنه شرب الكالسيوم والفوسفور لعرقلة امتصاص الزنك. لكن قبل ما نروح للبدائل بسمة، خلينا نتحدث عن فوائد استعمال معدن الزنك، خاصة بالنسبة للتلاميذ. صحيح أنهم اليوم يكملوا اجتياز هذه الامتحانات، لكن تنتظر ترى من أجل استرجاع الطاقة تاعهم وأخذ قسط كافي من الراحة باش يريحوا بعد هذه الخمس أيام اللي أكيد كانت صعبة وصعبة جدا بالنسبة للكثير منهم. نعم فريال، قلنا باللي الزنك عنده فوائد كبيرة، من أهم فهمها اللي جبناها اليوم ونختصرها يعني اللي هي التئام الجروح. يدخل في التئام الجروح، أثبتت الدراسات أنه الناس اللي تتناول الزنك هم الأكثر عرضة للأمراض الالتهابية الجلدية سورتو، يعني اللي تتناول الزنك هما أكثر يعني أقل عرضة سبب للأمراض، لأنه الزنك كما قلنا هو مضاد أكسدة قوي. كي نقولوا مضاد أكسدة قوي يعني يحمينا من الشوارد الحرة، الخلايا يعني يمنع تلف الخلايا. إذا اللي ما يتناولوش الزنك أقل عرضة للالتهابات الجلدية؟ اللي يتناولوا الزنك، يعني الناس اللي تتناول الزنك ما تكونش عندها مثلا جروح الاكزيما كيما مثلا جفاف البشره، اقل عرضه للالتهاب. اقل عرضه طبعا، يعني هذا ما اكدته الدراسات، ونشوفوا انه اهميته كبيره. شكون اللي ما يعرفش لابوماد اللي يستعملوها الناس كل، اكسيد الزنك، راها من الصغار للكبار مضاد للالتهاب، يعني نشوفوا اريتام دو فيسي ولا اي حاجه التهاب يعني نقدروا نلاقيوها. والاقل تناول هما الاكثر عرضه. أقل تناول هما الأكثر عرضة لهذه الأمراض، خاصة ينعكس على البشرة تاعنا. نشوفوا يعني الأعراض اللي راح نشوفوها من بعد، جفاف في البشرة، أمراض مزمنة يعني على البشرة تاعنا. عندنا دور مهم ثاني أنه يمنع تلف اللي في شبكة العين. نشوفوا أنه بعد السن 50 سنة نشوفوا دائما عندنا نقص في النظر، ودائما نقولوا النظر لازمه فيتامين ا. صحيح، واللي يعمل باش يعمل لازم نتناولوا الجزر. الفيتامين ا لازم نتناولوه يعني باستمرار، لانه فيتامين ا ما يخدمش بفعاليه الا بوجود الزنك. يعني نقص في الزنك يؤدي الى نقص في الفيتامين ا، نقص في النظر. اذا لازم يكون عندنا توازن في هذا الفيتامين ا من اجل امتصاص اكثر لمعدن الزنك. ما يخدمش الفيتامين ا بفعاليه بدون زنك، ده اهميته على النظر تاعنا. ثاني فريال عنده فائده اخرى على حموضه المعده، نشوفوا انه حمض المعده بيتركب من صوديوم، من الزنك، ومن الهيدروجين. لكن نتناولوا مثلا مضاد للحموضة كما الأوميبرازول، راح نقصوا من حموضة المعدة وراح نقصوا من امتصاص الزنك. يعني دو بريفيرونس الناس اللي تستعمل ولا تشرب في مضاد الحموضة كور تاع 3 شهور من الزنك لتعزيز الأجسام تاعنا. وهذه اللي حبيت نلحق ليها بسمة، للأسف هناك استهلاك عشوائي للزنك. أنت تحدثتي على 3 أشهر، لكن بزاف ناس يتعداو هذا يشربوا عام وطوله، كل صباح يعني ينوضوا يشربوا هذا المعدن. في هذه الحالة ماذا يمكن أن يحدث لهم، يعني أعراض جانبية؟ حنا كي نحكيو على الزنك يشرب كوكس في الزنك، في الزنك
كي نحكيو على شرب دون اجراء اختبارات ولا فحوصات غذائيه فحوصات نعم نشربوا المكملات الغذائيه نحكيو على دائما استشاره طبيه يعني نشوفوا انه هو قليل باش نطيح يعني في نقص في الزنك مي نشوفوا على حسب الاعراض تاعنا كاين اعراض ياسر تبان على يعني على الناس وكاين اشخاص الاكثر عرضه لنقص هذا الزنك من بين الناس اللي هما كبار السن اوتوماتيك ما يعود عندهم نقص تاع الزنك لانه عندهم نقص في الامتصاص نشوفوا المدمنين على الكحول لانه الكحول يعمل على نقص امتصاص ولا نشوفوا ثاني الناس اللي عندهم امراض الكلى خاصة اللي يعملوا يديروا غسيل كلوي باين عندهم نقص في الفيتامينات والمعادن من بينها الزنك يعني هاد الناس اوتوماتيك ما عندهم نقص نشوفوا امراض الهضم دو امراض هضمية دائما يكون عنده نقص في الامتصاص يعني كما حكينا في المكملات الغذائية ما نتناولوش عشوائيا المكملات دون استشارة طبية ودائما ديما نركزوا على هذه نواصلوا في فوائد الاستعمال هل هناك فوائد أخرى أم ننتقل مباشرة إلى البدائل؟ نعم فريال عنده فائدة كبيرة على خصوبة عند الرجال الخصوبة عند الرجال وهذا ما أكدته أنه يعني الرجال اللي يتناول الزنك هما عندهم أكثر عدد من الحيوانات المنوية يعني نقص في الزنك راح يأثر على الحيوانات المنوية يعني ينقص الحيوانات المنوية وهذا ما نطيحه في العقم لكن عند الرجال. بسمة نقعد دائما فيما يخص الباك كيف الفقرة تاعنا اليوم من أجل التلاميذ إذا التلاميذ كيفاش يقدروا يستخدموا أو يستهلكوا بطريقة تخليهم يسترجعوا المعنويات تاعهم بعد الامتحانات هو فريال ما نكذبوش على بعضنا دور كرم يعقبوا في الباك يعني نورمالمون ياخذوا هذا المكمل الغذائي قبل يعني شهر باش يعزز الاستجابه يعني السياله العصبيه تاعهم كما قلنا لانه يعمل على تسهيل يعني الاستجابه ما بين لكن ربما اللي حطت المناعه تاعهم خلال هذه الفتره الارهاق والتعب وقله النوم يؤثران على المناعه فكيف يمكنهم الاسترجاع بطريقه صحيحه من خلال استهلاك معدن الزنك اكزاكتومون فريال كما قلنا 100 على المناعه تاعو ومن أهمية الكبيرة للزنك هو عنده دور على المناعة كما قلنا على الاستجابة المناعية وعلاش لأنه يعمل على تصدي يعني أي ولا يعني مام الخلايا السرطانية يعني راح يزيد يجدد الخلايا وعنده دور في نمو الخلايا تاعنا يعني كسوسوا الخلايا العصبية وغيرها بالتالي راح يزيد ويزيد في لانه عنده ثاني دور على عمليات الايض ينظم عمليات الايض بالتالي ينشط الخلايا بالتالي راح يكون الجسم تاعنا اكثر يعني اقوى في المناعه ويقدر يدير استجابه مناعيه وينحينا هذاك التعب صحيح اذا بهذه النقطة نروح مباشرة إلى البدائل الطبيعية باش تنصحي التلاميذ ياكلوا بعد فترة الامتحانات. تسمحي لي فريال قبل البدائل الطبيعية نحكي على حاسة الشم والذوق. تفضلي باختصار. حاسة دور كبير يعني المعدن الزنك عنده دور كبير على حاسة الشم والذوق. الناس اللي تقول لك ما نشمش مليح ولا ما نذوقش كي ناكل. لازم يعزز الجسم تاعو بالزنك لانه الزنك يعمل على يعني تجديد الخلايا والخلايا تاع الفم تاعنا تتجدد كل اسبوع والخلايا المخاطيه تاع الانف تتجدد كل اسبوع كي ما كانش الزنك ما يكونش تستمر لهذه الخلايا بالتالي يكون عندنا مشكل في الشم ولا في الذوق هذا واش حبيت هذا ربما ما يفسر يعني تناول هذا الزنك في وقت كورونا الجائحه نعم. اذا نروحوا مباشره نتعرفوا على البدائل كنت من خلال الصور شفت بذور الكتان نعم بذور الكتان مصدر مهم من بذور الكتان والسمسم مصدر مهم من مصادر الزنك ثم ثاني اهم مصادر الزنك هو اللحوم الحمراء الحمراء نعم لانه
منهم 100 غرام من هذه اللحوم تصل 8 ملي غرام زنك، يعني ما تقريبا 44% الاحتياجات اليوميه تاعنا للزنك. نشوفوا ايضا بلا ما ننساو ثاني الاسماك، بلا ما ننساو البقوليات. البقوليات اهم مصادر من مصادر يعني الزنك، لانه كسوسوا اللوبيا، كسوسوا العدس، كسوسوا الجلبانه، ايضا كامل البقوليات كل. وانه العدس خاصه يعني 100 غرام من عدس راح فيها 1.2 من الاحتياجات اليوميه تاعنا من احنا نتناولوا العدس في الجزائر نحن. نعم بس نحبوه. العدس غني جدا بالحديد، غني جدا بالزنك. حتى البقوليات ظاهره في الصوره، حاضره في المائده قوه. نعم في ريال. وبلا ما ننساو البيض، نشوفوا انه بيضه واحده فيها 5% من احتياجاتنا اليوميه من الزنك. نشوفوا ايضا القمح، الارز الاسمر، نشوفوا الخبز الاسمر، هذه كامل تعززنا بالزنك. بلا ما ننساو شوكولا نواغ اللي هي مصدر مهم للزنك، لانه 100 غرام من هذا الشوكولا نواغ راح تمد لنا 30% من الاحتياجات، ولا توفر لنا 30% من احتياجاتنا اليوميه. نشوفوا ثاني البطاطا الحلوه في الصوره بدور الكتان منذ قليل. نعم حكينا عن السمسم. البطاطا الحلوه ثاني تمد لنا 9% من الاحتياجات اليوميه. ونشوفوا الذر، هي مصدر ضعيف يعني للزنك، مع انها فيها شويه زنك مي مصدر ضعيف جدا للزنك. ايضا شفنا البيض في صور بسمه، حكينا عليه قلنا بلي بيضه واحده في ريال يعني تمد لنا بالمئه من الاحتياجات اليوميه تاعنا. اذا هل هناك من البدائل الطبيعيه الاخرى الغنيه بالزنك واللي يتناولوها التلاميذ؟ هي اكثر حاجه الغنيه بالزنك قلنا اللحوم الحمراء وبجذور الكتان. يعني انا الاشخاص اللي عقبوا يعني في الامتحانات انه يتناولوا يعني مغرف من بذور الكتان راح تمد لهم الاحلى. ماذا عن البيض باي طريقه يستهلكوه؟ من المستعمل من الاحسن انه مسلوق، بيضتين مسلوقه واحده عجيه راح تعزز لهم يكمل يعني على الفراغ ولا يكونوا يتناولوه يعني ما يهمش، بس دي بروتين يعني قبل ولا بعد الماكله ما يعزز الجسم تاعهم بالاوميغا 3 وكذلك الزنك. شكرا جزيلا، شكرا لك بسمة على هذه التفاصيل التي قدمتها لنا اليوم فيما يخص معدن الزنك، الفوائد، الاستعمالات والاحتياطات والبدائل الطبيعية. شكرا لوفائك لقناة الشروق برامج او برنامج المورنينج. شكرا كثير.